الخلاف على شخصيه منصب رئيس مجلس النواب العراقي بين الكتل والاحزاب السنيه القت بظلالها على الحكومات المحليه ففي الانبار طالب المواطنون ابعاد المحافظه عن المناكفات السياسيه وتسويه الخلافات بعيدا عن الامن والاستقرار هذا الصراع السني السني داخل المحافظه اليوم يؤثر على المحافظه ويؤثر حتى على الوضع الامني احنا ما نرجع المربع الاول اليوم خلينا نقول مثل ما داعش جرحت المحافظه ودمرت المحافظه اليوم المحافظه نفضت غبار الحرب واليوم خلينا نقول نفضت نهضه من جديد الخلافات اللي قاعده في محافظه الانبار وايضا المحافظات السنيه بصوره عامه هاي ما تخدم المكون ولا تخدم الانبار ولا كل المحافظات يعني انها راح يعني تعيدنا للمربع الاول الى المشاكل والى ربما الى امور لا يحمد عقباه وهذا ما نتمناه احنا كشارع عنباري فدعواتنا الى السياسيين بالاجمع ان يتكاتفوا فيما بعضهم وابعاد الصراعات السياسيه والمناكفات السياسيه والانتباه الى المواطن والخدمات مراقبون من جهتهم اعربوا عن خشيتهم من تفاقم الازمات السياسيه على خلفيه الصراع على المكاسب والمناصب، مطالبين السياسيين بضروره تغليب المصلحه العامه على مصالحهم الشخصيه الضيقه، وان يكون هناك توازن سياسي لخدمه المحافظه في جميع المجالات. احنا السنه بالعراق اليوم السياسيين ما عد ما عندنا رجل بالغ سن الرشدة انا اتحمل مسل. ما عندنا رجل بالغ سن الرشد السياسي مصالح لان اغلبيتهم مقاولين اصحاب شركات ما عندهم نفوذ لذلك بياع الشراية مع الاسف انا عبر قناتكم اقولها لذلك ما متحدين يتحدون وقت ما مصالحهم تتوافق يختلفون ورا مصالحهم تختلف اليوم المواطن بالعراق يريد بلد ماكو توازن سياسي احنا بالانبار مصالح مصالح تتغلب على كل الامور، هذا تحمل مسؤوليته كامله. لذلك كل من يبحث عن نفسه. اليوم حكومه جديده اكو احد المستشارين من زمن الله يذكره بالخير طيب الذكر قاسم الفهداء هو مستشار، مره مستشار للرياضه، مره مستشار للثقافه، مره للزراعه، مره يعني قابل هو ست البيت يتخوف المواطن الانباري من تكرار مشاهد الاعتصامات والخلافات التي استغلتها الجماعات الارهابيه. لتنفيذ مؤامراتها ليس على الانبار فحسب بل على العراقي بشكل عام من الانبار سعد الحاج قناه زاكروس